الخميس 5 نوفمبر للأسف عملت أول حادثة في حياتي. دي من الفيديوهات اللي أنا عمري الصراحة ما توقعت إن أنا أعملها لكم، يعني الصراحة يعني مش عارف. أنا هنزل بس الأول أخد صور عشان الناس اللي لو حصل يعني لا قدر لو الناس جت هنا وعملت أي حوادث يعني تعرفوا البروسيس بتمشي إزاي. أنا وأنا جاي من بره في حد خبط عربيتي كده واحنا طالعين ونازلين، يعني انا كنت طالع البطلع على الرامب ده وهو كان نازل بسرعه فخبط العربيه واصر ان هو مش غلطان وكده، وانا وقفت وانت اللي كنت جاي بسرعه، فطبعا لازم بقى قصه كبيره، يا اما اروح للبوليس يا اما اشوف اللي هي الانشورنس كومباني بتاعتي. فكلمتهم عشان اشوف ايه الموضوع، قالوا انت لازم يبقى معاك اسمك، اسمه هو اسمه يعني، والمكان اللي هو عايش فيه، والبليتس نمبر اللي هي او الريجستريشن نمبر اللي هو رقم الرخصه بتاعته او اللوحه بتاعته كده، عشان هم يعرفوا يعملوا عليه تريس ويجيبوه يعني. وكنت صراحه فكرت اروح للبوليس بس انا دماغي مش فيا الصراحه يعني، فانا بصور دلوقتي ومش مجمع انا بقول ايه اصلا، فانا هنزل بس اصور الدنيا تحت واوريكم منظر العربيه بقى عامل ازاي. ده مش المكان اللي حصلت فيه الحادثه يعني، اللي حصلت في الدور اللي تحت، بس هي نفس الفكره يعني. المفروض ان هنا زي ما هم بيقولوا يعني ان في 24 ساعه CCTV اللي هي الكاميرات يعني بتصور، بس على بخت يعني ان الحته اللي هي الركنه دي ما فيهاش تصوير قوي يعني. انا كنت طالع من هنا كده والباشا كان نازل، هو طبعا نازل بسرعه بقوه الجرافيتي يعني وكده، فما لحقش يقف، فاتخبطنا تقريبا هنا يعني، قابلنا في الميدل هنا، وطبعا البامبر اللي هو الاكسدام اتخبط جامد يعني. هو عربيته تعبانه طبعا، بس انا العربيه يعني يلا مش مشكلة الحمد لله. ده منظر العربية، أنا بس هاخد صور بس قلت أوريكم كده سريعا. لا هنا أهو شايفين الحمد لله يعني الجسم بتاع العربية نفسه ما حصلش فيه حاجة، الميتال نفسه تمام يعني، بس طبعا الإكسدام نزل نازلة طبعا، أنا ما قربتلوش خالص، أنا صورته بس كده. طبعا ده كله جديد، طبعا هو كان ملزوق هنا طبعا من الخبطة نزل، والجرح دوت، وبرده هنا الحكة اللي هنا ديت، وطبعا برضو لسه مخبوط من هنا، وطبعا حتى اللوحه يا ابني الجزمه، حتى اللوحه نفسها بتاعت الارقام من كتر ما هو اتخبطه كانت جامده. طبعا هو عربيته قديمه بس ميتال يعني، الحته اللي عنده دي هنا اقوى متالي من البامبر او من الاكستام بتاعي. المهم ان هو خبط يعني خبط الرقم، اللوحه انتوا شايفينها متنيه اهو، ده كان موجود من قبل كده عادي، ده كان اول حكه يعني انا عملتها في العربيه زمان اول ما جبتها. بس لا الناحيه دي وقعت خالص يعني، انتوا لو شايفينها كده الحمد لله العمود برده تمام، بس هي الفكره الحمد لله مش جامده يعني. بس طبعا هو اللي المفروض يحاسب عليها. طبعا هو اول ما الباشا خبطني ما عندوش اي انشورنس، ما اعرفش ازاي. انت هنا في اشهر نوعين انشورنس اللي هو الكومبريهنسيف، ده ان انت بتامن على عربيتك لو انت عملت اي حاجه، وبتامن على عربيه الناس الثانيه يعني. انا لو خبطت حد في الشارع الكومبريهنسيف ده يدفع لي يصلح لي عربيتي ويصلح له عربيته. وفي اللي هو الثيرد بارتي انشورنس، ده لو انت عربيتك اي كلام مش بيهتم بعربيتك انت، بس بيصلح عربيه حد. لو انا مثلا معايا عربيه تعبانه وخبطت عربيه بي ام او بورش او كده مثلا، هو يصلح العربيه بتاعت الناس الثانيه دي، فبرضه كويس. الباشا نازل معهوش اي ابن لذينه، معهوش حتى يصلح يعني، هو لو عربيته اي كلام وهي فعلا تعبانه على الاقل صلح لي عربيتي. لا هو معهوش اي حاجه، وطبعا كان معاه رخصه يعني اللي هي انترناشونال، هو صيني. ومهم يعني انا بس مش مجمع اللي انا بقوله، انا بس هصور دلوقتي كده الموضوع ده وهطلع ابعت فوق الانشورنس كومباني وهخليكم كده اقول لكم اللي بيحصل يعني. اوكي بعت كل الصور للعربيه وبيانات الاستاذ اللي خبطني لشركه التامين، وتاني يوم على طول بعتوا لي اسمه وعنوان الشركه اللي هروح اودي لهم العربيه علشان تتصلح. فانا وصلت للمكان اللي هي المفروض تتصلح فيه، لشركه التامين بتاعتي قالت لي يعني وصلها هناك وهم بقى هيتعاملوا كده، فهسيبها بقى واشوف هم هيقيموا يعني الموضوع، نشوفوا هتتكلف قد ايه وكده. فانا هخش جوه غالبا مش هعرف اصور يعني، فاقول لكم اللي حصل بقى بعد ما اخلص. انا طبعا ما عرفتش اصور جوه يعني، انا خدت الحاجات بتاعتي اللي هي كانت جوه النضاره، وطبعا هي خدت المفاتيح وكده. الفكره ان هي عملت باي مارك كده على الحاجات اللي انا عايز اصلحها، اللي انا قلت لها ان هي عامل حادثه يعني، وهتوديها للريبير اللي هو الحد يعني هيعملها اساسي، يشوف هي هتتكلف كام وكده، وهم هيصلحوها عادي، وبعد كده بقى هم منهم لشركه التامين يعني. بس قالت لي لو في حاجه يعني هنحتاج نكلمك هنكلمك يعني، لو في اي مشاكل او اي حاجه. فسو فار الدنيا تمام يعني. هياخدوا قد ايه هي لسه مش عارفه، بس بما ان الخبطه كلها كانت في الاكسدام يعني ما فيش حاجه جامده، فبتقول لي مش هنعمل لك حاجه اسمها هاير كار. هاير كار دي يعني هم بيدوا لك عربيه تسوقها،
الفتره اللي انت فيها المشكله دي، لو انا مثلا العربيه هتاخد اسبوع وانا محتاج العربيه ضروري، بيدوني عربيه اسوقها مثلا او عربيه تبقى تحت امر يعني اتصرف فيها لمده العبال ما هم يظبطوا لي عربيتي. ففي الحاله دي العربيه ممكن تتساق يعني، فما فيش فيها مشاكل. او انا تقريبا في الديل بتاعي مش عامل حوار الهاير كارد، انا الصراحه مش مجمع دلوقتي اي حاجه يعني، ممكن بقى لما اجي اصور الفيديو بعد كده وابقى اعملها بقى كفيديو او كده، بس ساعتها اعرف بقى ان ليه الهاير كارد مش متوفر لي دلوقتي. هل مثلا علشان عشان انا مش في الديل بتاعي مع كولز مثلا الشركه اللي انا مشترك فيها ديت، ولا عشان هي العربيه هتصلح مثلا يومين ثلاثه وكده؟ فممكن اروح اسالها الصراحه دلوقتي كده اشوف ليه انا مش معايا الهاير كارد ده، اسالها بس فضول يعني تطفل. ومفروض هتاخد لها يومين ثلاثه كده يعني، ومفروض انا هرجع بقى استلمها يعني، فاما نشوف بس هترسى على ايه. عشان ابن الجزمه ده مش معاه اي انشورنس، مش معاه اي تامين، فمش عارف بقى هيعرفوا يجيبوه ولا لا يعني. بس كلمت كذا حد يعني من زمايلي هنا قالوا لي مالكش فيه يعني، طلع حتى لو هو معهوش شركه تامين او كده مالكش انت دعوه، هم يتصرفوا بقى معايا طالما هي مش غلطتك وكده. فربنا يسهل خير. اول حادثه تمام انا كده صح، هي مالهاش علاقه اذا كانت العربيه تتساق ولا لا، الفكره طالما انت عربيتك مش تبقى معاك ومش تعرف تقضي بيها مشاويرك، فهمت لازم هم يجيبوا لك عربيه ثانيه تسوقها. بس انا ممكن زي ما هي بتقول، انا طبعا مش مجمع يعني، ان انا لما جيت اختار الانشورنس طبعا انا تكلفه التامين بتاعتي كانت عاليه، لان انا لسه سايس سواقه كده تحت التمرين، معيش الفول لايسنس، معايا حاجه اسمها البي هنا اللي هي بروفيشنال يعني، حد جه تحت التمرين يعني تحت المراقبه يعني، بتقعد فتره وبعد كده بتاخد الفول لايسنس بتاعتك. فطالما انت لسه تحت التمرين التامين بتاعك بتبقى في تكلفته اعلى، لان انت معدل ان انت ممكن تعمل حادثه اعلى، فبالتالي هم طبعا الريسك بتاعك اعلى فبتدفع فلوس اكتر في التامين بتاعك. فانا كنت بحاول اقلل فلوس التامين على قد ما قدرت، عشان كده ساعتها ما اخترتش اي بنفيتس غير ان انا بس ايه العربيه تتصلح مش اكتر. ما كنتش عايز بقى لهاير كار ولا حد يعمل لي تو ولا كده، اللي هو القصص دي كلها ما حد يقطرني يعني، ما كنتش متوقع ان انا هحتاجها يعني. وعشان التكلفه فهي بتقول ان انت لا انت مش في البوليسي بتاعتك، ما فيش الهاير كار ده، فلو هو كان فيه كان ساعتها هيضطروا يدوني عربيه اسوقها لحد ما العربيه تتصلح، عشان لو انا مثلا حالي هيوقف او كده. فهي لا هي حاجه في البوليسي انا بس ما كنتش مجمع يعني، ودي معلومه هديكوا تعرفوها، وحاجه يا ريت ما تمروش بيها يعني، بس للمعلومه مش اكتر يعني. ان احنا متعودين ان لما اي حاجه تحصل على طول روح اعمل محضر في الاسم، رحت اعمل محضر وابلغ، بس للاسف ما كنتش اعرف الحقيقه المره هنا في استراليا. اول مره دي هنا، ده اسم البوليس اللي جنبي يعني، هخش كده واحاول بقى اشوف الوضع هيمشي ازاي يعني. Yes, but he has an international license and he just gave me his address like mouth to mouth, like word. So he didn't give me any you proof. Run it down? Yes. Then that's fine. That's all you need to do. So when you have a collision is a civil matter, okay? Yep. So you're required to exchange name and address? Yeah, but I don't know if this is his correct address or not. He just gave it to me. It doesn't have any proof. Insurance, is that correct? Yes. Yeah, you provide those details to your insurance company and they investigate the matter. They will sort it out, because they still like keep saying it's not my fault, it's not my fault. So I just need to reserve my right, you know. I understand. So car crashes aren't a police problem unless someone is injured or dead or they don't exchange details. So what you've both done is correct. You've legally swapped. So what about if his details is wrong? It doesn't matter. You provide those to your insurance company and they conduct the investigations for you, okay? Because it's a civil matter and that's something that the insurance company takes care of. We take care of criminal matters, okay? So you provide all the information to your insurance company, they investigate the matter from there. Okay? And if this thing happens, they will communicate with you guys, or? If we're needed, they'll communicate with us, but it's very unlikely that we'll be required, okay? It's an insurance company thing, like I said, it's a civil matter. Your insurance company will handle it, okay? Only needs to be reported to us if the details were to change, if someone is injured, or if someone is killed. انتوا كده سمعتوا بقى الموضوع، البوليس ما بيتدخلش الا لو كانت حاجه طارئه يعني، حد اتصاب، حد مات او كده، لكن اي سيفل ماترز اللي هي الحاجات العاديه يعني البوليس ماليش دعوه بيها. فانا علاوة على الشركه التامين بقى اللي انا بعت لهم، هضطر استنى بقى واشوف هم هيحققوا ازاي او هيعملوا او كده. البوليس للاسف مش بيساعد قوي في الحاجات دي يعني. يوم 9 نوفمبر بعد الحادثة بثلاث أيام بدأت شركة التأمين تتحرك وطلبت الفوتج بتاع كاميرات المراقبة من إدارة المبنى بتاعي،
وكلموني بعد كام يوم يبلغوني انهم للأسف مش عارفين يثبتوا حاجة على الباشا التاني اللي خبطني، وانهم كلموه وهو قاعد يقول مش غلطتي وان احنا الاتنين غلطانين وكل واحد يصلح عربيته، واني لازم ادفع الاكسس واروح استلم العربية لانهم للأسف محتاجين دليل قاطع ان هو اللي جه عليا وخبطني، غير كده مش هيعرفوا يثبتوا اي حاجة عليه. دخلت كتبت في كل حتة على جروبات الواتساب والفيسبوك وفي اشهر جروبات للجالية العربية هنا اللي هو Land Down Under، وحكيت التفاصيل ورفعت الفيديوهات للناس تشوفها وتقول لي اعمل ايه فيها. يا جماعة احنا والله ما فيش اجدع مننا، كم الرسائل اللي جات لي كان رهيب، بس للأسف كل الناس كانت مجمعة ان الكاميرات مش موضحة حاجة، وان الموضوع هيبقى كلمتك قصاد كلمته، وان صعب جدا تثبت ان هو اللي غلطان ما عدا واحد بس. انا بجد من غيره مش عارف كنت هعمل ايه. استاذ هاني لقيته بيبعت لي ازيك يا ادم، انا شفت الفيديوهات بتاعتك، الحادثه مش واضح فيها فعلا مين خبط التاني، بس انا شايف من الفيديوهات انه كان نازل المنزل الاول بسرعه، وكمان كان بيسوق في الحاره الغلط، وعمل نفس الموضوع في المنزل التاني اللي حصلت عليه الحادثه، فحاول تركز على النقطة دي مع شركة التأمين بتاعتك، وحاول كمان تبقى أجريسيف معاهم اللي هو أنا عارف أني مش غلطان، ولو فضلوا يمطلوا هددهم أنك هتبلغ الأوبتسمن اللي هو جهاز حماية المستهلك هنا عليهم. خليك شديد معاهم يا آدم علشان يهتموا ويسرعوا الدنيا. يوم 23 نوفمبر بعت تاني لشركة التأمين، بس المرة دي فورمال بقى قوي، اللي هو شكرا يا جماعة أنكم بصيتوا على الفوتج وكلمتوني، بس انا مش موافق معلش على اللي انت قلتوه والريزلتس اللي انتوا طلعتوا بيها. وقعدت اشرح واحاول اوضح تاني كل حاجه حصلت، وزودت ان هو كان ماشي في الحاره العكسيه وان انا كنت طالع، فازاي هطلع بسرعه كده بحيث اخبط فيه واعمل الدامج ده كله في عربيتي. وركزت على نقطه ان في نفس الوقت لو بصيتوا في الكاميرات في نفس اللحظه هتلاقوا عربيتي واقفه قبل المطلع، لكن هو في نفس اللحظه عربيته اختفت من الكاميرات لانه نزل بكل عربيته ووزنها على المنزل وخبط عربيتي وهي واقفه تقريبا. ورفعت وصورت رفعت الصور والفيديوهات تاني، لدرجه اني حتى رسمت دايجرام بايدي كده بخط ايدي اوضح فيه كل حاجه حصلت، هو كان فين وانا كنت فين وجه ازاي والحادثه حصلت فين. حاولت اوضح كل حاجه لاني كنت متاكد ان انا فعلا مش غلطان. النهارده 8 ديسمبر، انا الحادثه عملتها يوم 5 نوفمبر، فتقريبا كده داخلين في اكتر من شهر تقريبا من وقت ما انا عملت الحادثه وجيت سلمت العربيه. العربيه بقى لها عند الشركه اللي انا كنت بصلحها عندها، الشركه ورايا اهي معرفش هتشوفوها ولا، اسمها ساوث ميلبورن، ده الشركه اللي انا بصلح عندها يعني. طبعا انا عشان انا لسه في ديبيت بيني وبين كولز اللي هي شركه التامين بتاعتي، فحتى الان العربيه عندهم، كولز بتقول لي ادفع انت قيمه الاكسس دي واستلم العربيه، وانا بقول لا مش عايز ادفع حاجه لان هي مش غلطتي اصلا. فاحنا لغايه دلوقتي لسه في بينا ديبيت كده، ميلاد بقى رايحه وجايه وكده. واخر كلام كان شركه الريبير كلمتني النهارده قالت لي العربيه بقى لها كتير قوي عندنا لازم تيجي تستلمها. كلمت كوز قالوا لي خلاص روح استلمها وادفع انت الاكسس، ولو احنا قررنا ان انت مش مسؤول يعني هنعمل لك ريفاند غالبا يعني، طالما قال لك ادفع وكده هم خلاص بقى الموضوع بيتنسي وكده. بس انا مقرر في حاجه هنا اسمها الابديسمنت، ده زي هيئه حمايه المستهلك كده عندنا، انا مقرر ان كولز لو ما شافوش الموضوع بجديه او بداوا يتمرقعوا يعني او كده غالبا انا هشتكيهم لهيئه حمايه المستهلك هنا دي كده، واشوف الموضوع هيرسى على ايه. بس انا كان لازم النهارده اجي استلم العربيه لان هي بقى لها كتير قوي وانا محتاج العربيه جدا، انا بقى لي فتره باخد الترام وكده والموضوع فعلا صعب. الناس اللي جربت تسوق لما بتيجي ترجع تاخد المواصلات تاني الموضوع فعلا بيبقى صعب قوي. المهم انا هخش اخد العربيه دلوقتي وخلاص، انا دفعت الاكسس $1,400 لغايه لما اشوف ايه اللي هيحصل. كولز كملت القيمه الباقيه اللي هي 2700، كولز دفعت الفرق وانا دفعت 1400، وهخش اجيب بقى العربيه جوه دلوقتي كده واشوف ايه اللي هيحصل مع كولز، هل بقى هيدفعهم هيرجعوا لي الفلوس تاني لو عرفت اثبت ان هي مش غلطتي، ولا غالبا وده اللي هيحصل ان هم لا هيقولوا ده غلطتك واحنا لسه مش عارفين نثبت وكده وخلاص بقى يعني مفيش حاجه نعملها لك يعني. وساعتها انا اروح اشتكيهم بقى للاوبتسمان اللي هي حمايه المستهلك واشوف بقى هوصل معاهم ايه. انا بمشي في كل الطرق بس عشان ابقى حاسس ان انا عملت اللي عليا، لان انا مقتنع 1,000,000% ان انا مش غلطان. Hey. Hi, how's it going? Hi. Hi, I'm just here to pick up the Mazda. Your lifetime guarantee on it. Anything going wrong with it, just ring up the insurance company. Do not throw that out because that is your, okay. That is your warranty card. So if anything goes wrong, anything that we've repaired, just give them a call again, okay. And with your claim number, and it's all covered under warranty. Cool. No worries. Okay. Yep. All good. I've given you the keys. 2700 دولار عشان يصلحوا، بنتكلم في حوالي 31,000 جنيه تقريبا. بس العربيه الصراحه يعني كل الحاجات اللي فيها خدوش وكل حاجه ظبطت، ف
ففلوس كتيره بس هنعمل ايه يعني، يلا روح ما بيتعلمش ببلاش. انا وصلت الجراج حبيت بس اوريكم الدنيا عامله ازاي. هم هنا انا كنت فاهم ان هي بتبقى كذا سنه يعني، بس هو لا، هو اداني هنا حاجه اسمها لايف تايم وارنتي، دي ضمان مدى الحياه يعني للحاجات اللي هم غيروها الصراحه، وتاريخ الريبير، ولو في حاجه انت عايزها مثلا تكلمهم، لو انت في حاجه عايز تستفسر عليها، حاجه باظت عندك، اي مشاكل تكلمهم. انا عايز بس اوريكم الصراحه العربيات كلفت مثلا 2700 دولار. مش عارف الصراحه هو كل يعني حاسس ان هي لا يعني هم صلحوا كل حاجه يعني، مثلا البتاع ده كده دوت غالبا غيروه اصلا لان كان فيه هناك دوش كده، فغالبا غيروها، فغالبا كل ده اصلا اتفك وتركب تاني، فدي حاجه من الحاجات. هنا كان في كميه خدوش محترمه يعني، برده مش باينه خالص بتاع ده اصلا كله يعني، لو شفتوا الصور قبل وبعد، لو ده اصلا كان واقع على الارض كده هم ظبطوه. كان في هنا اصلا حاجه كمان يعني، هنا كان في خدش كده، كانت اول جرح بس كانت دي كده داخله لجوه يعني، كان في حاجه زي المثلث كده داخله لجوه، كان اول حكه كنت حكيتها في الحديد اللي انتوا شايفينه هناك ده كده، كنت بحاول اروح عشان ارجع بظهري، وغالبا سرحت سيكه يعني، فالعربيه خبطت في الحديده، فالحديد ده عمل زي خرم كده صغير في الصاج، كان الخرم ده هنا كده برضو شالوه، مع ان اصلا انا ما كنتش معلم عليه يعني، لما ادوني الورقه اللي انا اعلم فيها على الحاجات اللي اتخبطت ما كنتش معلم عليه، صلحوه. طبعا ده كله كان في كميه حاجات برضو كتيره ظبطوها، كان في هنا خدوش ظبطوها، كان في هنا برضو خبطه كده من مكان يعني الخبطه برضو ظبطوها، فالصراحه هم ظبطوا كل حاجه يعني، بس برضو 31000 جنيه كتير يعني، انت ممكن تجيب بيهم عربيه يعني، مش عارف انا ممكن ب 2700 دولار فعليا اجيب عربيه يعني من هنا، اشتري عربيه يوزد ومحترمه كمان. بس يلا هم يعني هم ظبطوا الدنيا، انا بس حبيت اوريكم يعني الاصلاحات هنا غاليه جدا، بس الصراحه كواليتي بيرفكت. الخميس 3/12 بعد تقريبا اكتر من شهر على الحادثه، جالي تليفون من شركه التامين، الو ادم، بخصوص الحادثه عاوزين منك تملى فورم احنا بعتناها لك على الايميل، يا ريت تملاها، هي اسمها انستنت ديسكريبشن، اشرح فيها كده كل التفاصيل وحط فيها كل البيانات والديتيلز اللي احنا طالبينها تاني، وبعد كده ابعتها لنا سواء بريد او اعمل لها سكان وابعتها لنا. طب ايه الفرق يا جماعه ما بين كل الحاجات اللي قبل كده وبين دلوقتي؟ يعني ليه هعملها وابعتها تاني ما انا اوريدي عملت ديسكريبشن قبل كده؟ قالوا لي لا، احنا هنسكليت الكيس دي لحاجه اسمها الريكفري تيم. ايه يا جماعه الريكفري تيم ده؟ قال لك ده تيم للكيسز المعقده اللي مش بنكون عارفين نسبه فيها مين اللي غلطان والادله مش واضحه، فبنبعت ليهم وهم بيبحثوا ويقرروا مين اللي غلطان. قلت لهم اوكي مفيش مشكله، هامله الفايل، مليت الفايل فعلا وبعته لهم، وقلت اسيبهم كده كام يوم لحد ما اشوف وحد يتصل بيا او يرد عليا. يوم 5 يناير وبعد تقريبا شهرين اهو من الحادثه، لقيت شركه التامين كولز بتكلمني، قالوا ادم ايوه احنا تمام، تيم الريكفري بتاعنا عمل انفستيجيشن للكيس، وبيزد على الادله اللي انت قدمتها والحاجات كلها، احنا خلاص عرفنا نثبت بالادله دي ان مش انت اللي غلطان، وان الشخص التاني دوت هو اللي جه ماشي في الحاره العكسي فعلا، وكان ماشي بسرعه شويه، وغالبا هو اللي خبطك برده. فخلاص احنا هنعمل لك ريفاند للاكسس بتاعك ال 1400 دولار دولت. تمام، متشكر جدا. الكونكلوجن بقى او الدروس المستفاده من القصه دي ايه؟ اول حاجه روح اشتري داش كام، مهمه جدا وهتساعدك تثبت حقك. الكاميرات هنا مش غاليه، حوالي من 90 ل 100 دولار تقريبا، بس صدقني هتوفر عليك كتير قدام. تاني حاجه اختار انشورنس كومباني محترمه، في عندك الانرام اي والبادجت دايركت، دول اشهر شركتين تامين هنا. انا اخترت شركه تامين على قد يعني عشان بس ما ادفعش فلوس كتيره، بس لو انت عندك ساعه تدفع شويه وتريح بالك يا ريت. تالت حاجة خلي كل حاجة بينك وبين شركة التأمين أو بينك وبين أي جهة هنا بالميلاد، خلي الموضوع كله أوفيشل وبالتواريخ بحيث تعرف تثبت حقك. رابع وآخر حاجة، هنا الناس بتبقى رايقة جدا وهادية، المواضيع بتطول كده، فما تيأسش وما تسيبش حقك، وحاول ترخم وترزل وحاول تثبت حقك بأي طريقة. أنا وصلت أنا رسمت دايجرام بإيدي بشرح فيه أنا إيه اللي حصل بالظبط في الحادثة، ولو الشركة اللي أنت متعاقد معاها دي ما شافتش حقك، ما شافتش شغلها، هددهم إنك هتروح لجهاز حماية المستهلك أو الكونسيومرز أفير اللي هنا هم بيسموه الأوبتسمان، لو شايف إنك صح وإن الشركة دي مش شايفة شغلها كويس. ده كده كان فيديو النهاردة عن أول حادثة، وإن شاء الله تبقى آخر حادثة يعني عملتها هنا في أستراليا. أشوفكم في فيديو جديد، وسلام.